دلوقتي هنعمل presentation بتاعة Python 16 paper 2. هنفتح supporting files بتاعتنا، هنبدأ بأننا هنفتح powerpoint، ممكن نعملها من هنا برضو new، هنعملها save على طول في supporting files، نفتحها. بعد كده عايزين ندخل دي، فهندوس على new slide slides from outline، ونختار اللي هو عايزين نختاره اللي هو كان p2press.rtf p2press اهو. ده خلينا سلايدز. بعد كده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان المفروض ده يبقى فيه 4 سلايدز بس، كل واحدة فيها تايتل وشوية كلام، والبرزنتيشن لازم يبقى فيها تايتل سلايد. التايتل سلايد ده بيبقى أول واحد، نعمل layout تايتل سلايد. بعد كده نشوف عايز ايه تاني. عايز كل سلايد في البرزنتيشن يبقى فيه appropriate styles and layout، تبقى الستايلز واحدة، وأظبط الفونت سايز، الفونت كولر، أماكن الحاجات كده، نفس الحاجات اللي أنا حاطهم في الميل ميرج عايز يحطهم تاني هنا. ثلاث حاجات اللي خلوا الميل ميرج يبقى شكله بروفيشنال أكتر. عايز النيم والسنتر نمبر والكانديديت نمبر يتكتبوا بالخط ده تحت على الكورنر الشمال، والسلايد نمبرز يتكتبوا تحت على الكورنر اليمين. وعايز كل الماستر سلايد اليمنتس تبقوا ابلايد على كل الدوكيمنت. هنبدأ دلوقتي، هندوس على فيو سلايد ماستر، نطلع لأول واحدة. الأول هنبدأ بإننا نخلي التلات، نعمل نفس الثلاث حاجات اللي عملناهم. كنا حاطين ده لوجو هناك علشان الكليب ارت مكانش راضي يشتغل، فمش مهم، هنعتبر يعني ان ده مثلا حاجة فيها عربية او ستار او اي حاجة. نغير شوية، هنكتب اسم الشركة اللي كتبناها هناك. لا، فين تكست بوكس اهو، ستار كارز، خلي بولد مثلا، خلي بولد، نكبر فونت شوية مثلا 24 كده حلو، خلي underline. بعد كده نبدأ نرسم الخط اللي احنا كنا عاملينه اللي بيفصل بين الديتيلز بتاعت الكومباني واللاتر نفسه. علشان ترسم خط يبقى ستريت لاين مظبوط، تدوس شيفت وانت بترسمه. الشيفت هيخليه لاين مش مكسر، لو ما دوست الشيفت ممكن يبقى اللاين متكسر سنة. ندوس على فورمات شيب اوت لاين، خلي ده اسود، ويت نخليه 3، ونرجع تاني نبص على السلايد العادي، ممكن نطلع ده في منظره احسن. كده ما ينفعش، ما ينفعش اي حاجه تبقى عامله overlapping، فهننزل كله شويه. خلي كله بالمنظر ده، برضه هننزل دي شوية. ممكن نفتح وخلاص لحد ما يبقى مظبوط عادي، مش فارقة هتعملها ازاي يعني، المهم بس يبقى المنظر قريب من بعض في كل السلايدز. بعد كده يقول لنا نشرح كل حاجة اخترناها عشان نخلي المال ميرج أو البرزنتيشن تبقى بروفيشنال أكتر. عايزنا نشرح احنا عملناها ليه. مثلا هنيجي هنا في فيتشر 1، نكتب الكومباني نيم، نكتب إن احنا عملناه بخط أكبر علشان يبقى باين إن ده الكومباني نيم، الناس تعرف اللاتر جه ازاي. في describe the feature why choose this feature، مثلا اللوجو نكتب علشان لما يبقى فيه لوجو الناس هتبقى هتاخد بالها اسرع ان ده company، لو ما قروش النيم هيعرفوا على طول، وعلشان اللتر ده ما يبقاش
يعني يبقى reliable أكتر. وفيتشر 3 اللي هي اللاين بتفصل بين ال company name وال logo كده وبين ال content بتاع ال letter نفسه. بس دي محتاجة تتغير سنة، يعني تنزل تحت سنة عشان دي كده طالعة بره ال presentation. هنرجع تاني لل master slide. نطلع أول واحد ونغير سنة ونرجع تاني كده كله تمام. ممكن نبص على مارك سكيم نتأكد من الثلاث حاجات دول. ادي فيتشر 1 الكومباني نيم والخط بتاعه عشان تعمل ايدنتيفيكيشن عشان الناس تعمل ايدنتيفيكيشن اسرع للكومباني. فيتشر 2 الهوريزونتال لاين وهو هنا خلى الكالر بتاعه يبقى بنفس الكالر بتاع التايتلز علشان الناس تعرف الفرق بين ان ده التايتل بتاع الكومباني وان ده اللتر نفسه، فخلاه بنفس اللون. احنا مكناش بنخليه بنفس اللون بس مش هتفرق. ان هو حط ايمج تشرح الكومباني نيم زي ما قلنا، نحط عربية او نحط ستار، نحط ستار جوه عربية كده علشان الناس من أول ما تبص على اللاتر تعرف هو جاي من مين. بس الكليب ارت كان معلق عندي. وبعد كده نبص هو عايز ايه تاني. نرجع للكوتشن بيبر بيقول لنا ان احنا نتأكد ان الماستر سلايد مش بيعمل اوفرلابينج مع أي حاجة ونعمل سيف للبرزنتيشن يوزنج ا نيو فايل نيم. وعايز اما نعمل print يبقى one slide on each page. بس في حاجة كنا ناسيين نعملها اللي هي ال page number واسمنا و center number و candidate number. دي هتتعمل بنفس الطريقة slide master. دي احنا مش بنستعملها خالص، مش بنستعمل اي حاجة من دول خالص. ادي اول واحدة. احنا لازم نقف في اول واحدة علشان اما يجي يغير في slides اللي قدامنا يغير من slide 1. مثلا لو غيرت من دي هيبدأ يحط الحاجات اللي انت حطيتها دي من اول سلايد 3، فعشان كده لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. هنعمل اتنين تكست بوكس، واحد على الشمال نكتب فيه اسمنا والسنتر نمبر والكانديديت نمبر، اربع اسامي طبعا. واحد نحط فيه البيج نمبر. تتعمل بالطريقة دي لازم يكون الكرسر واقف فيه علشان نحط فيه البيج نمبر. انتر سلايد نمبر اهو، نخليه على اليمين على قد ما نقدر. نرجع تاني نبص على النورمال فيو ده كله مظبوط. هنيجي نعمل برنت من هنا هو اوتوماتيكلي هيعمل كل سلايد على بيج. ده كان الباوربوينت بتاع سبيسمن 16 واخر حاجة في الامتحان. كان عايزنا نسميها باسم جديد، نيجي هنا ممكن وممكن نعمل سيف از من جوه ونسميها مثلا نسميها ستار كورس برزنتيشن بس. ودي كانت اخر حاجة في سبيسمن 16.